بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الجزء 20 من برنامج الألعاب اللغوية وتعليم اللغات الأجنبية. الآن مع لعبة جديدة، ألا وهي لعبة لاحظ وحدد الفرق. هذه اللعبة تركز على تنمية مهارة الدقة في الوصف، سواء كان وصفا كتابة أو شفاهة. هنا سنضرب مثال على الكتابة. هي طبعا هنا اللعبة هذه يمكن تنفيذها مع المستوى المتوسط والمتقدم. طيب كيف سننفذ اللعبة داخل الفصل؟ نحن سنقسم الفصل إلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من 6 طلاب. نخرج طالبين على السبورة من هذا الفريق، ومن يعني هذا الفريق كل فريق يخرج طالبين، ويتبقى 4 جلوس. الطالبين هذا من هذا الفريق يجلسان مستدبرا أحدهما الآخر، يعني ظهر هذا لظهر هذا، ظهر هذا لظهر هذا. نعطي صورة لهذا الشخص فيها حفلة زواج أحمد، وصورة لهذا الشخص فيها حفلة زواج خالد، كأن هذا أحمد وكأن هذا خالد مثلا. يعني الصورتان متطابقتان، وليس متطابقتان، متشابهتان، لكن بينهما فروق. كل طالب يصف صورته لشركائه، لفريقه، الأربعة الجلوس. هم فريق واحد، الطالبان والأربعة الجلوس، بحيث أن الأربعة الجلوس يحاولان تدوين بعض أوجه الفروق وأخذ بعض الملحوظات. ثم بعد أن ينتهوا من التدوين ينضم الطالبان إلى فريقهما، ثم يكتبون وصفا تقريريا في فكرة متماسكة مترابطة تبين أوجه الفرق بين الحفلتين وبين الصورتين. كل فريق يفعل هذا من الفرق داخل الصف. في النهاية يكتبون يعني ما توصلوا إليه من هذا الوصف للفروق على لوح كبير أو ورقة كبيرة وتعلق على السبورة. ثم يقوم المعلم باستنطاق الطلاب لإبراز المقارنة بين كتابات المجموعات لتعلن المجموعة الفائزة بأفضل كتابة. اللعبة الثانية هي لعبة الجزيرة المهجورة، وهذه لعبة رائعة جدا، لعبة الجزيرة المهجورة، وهذه لا يمكن تطبيقها أو غالبا ستطبق مع المستوى المتقدم، لأنها تنمي مهارة القدرة على المناظرة والإقناع والبرهنة وضحض الحجج والبراهين للآخرين، فهي مهارة عقلية يعني أعلى مستوى، إما أن تكون بنهاية المتوسط أو المتقدم، يفضل أن تكون مع المتقدم. طيب كيف سنطبقها داخل الصف؟ الطلاب تخيلوا أنكم كنتم تركبون سفينة، تحطمت السفينة ونزلتم على جزيرة، أخذتكم الأمواج إلى جزيرة مهجورة، وستمكثون سنة كاملة على هذه الجزيرة المهجورة. ويعني الأستاذ يكتب طبعا 20 شيء على السبورة، أشياء يمكن يعني الاستعانة بها داخل الجزيرة، مثلا فأس، سكين، خيمة، هذا يعني يكتب هذه الأشياء ويعلق لها صورها، يعني يعلق صور لها. يطلب من كل فريق، كل فريق مثلا مكون من طالبين، كل فريق ثنائيات طبعا، كل فريق مكون من طالبين، المفروض أن الطالبين هذين يتناقشان فيما بينهما لاختيار 4 أشياء فقط من 20 صورة هذه، من 20 أداة هذه، يختار 4 أدوات فقط، يعني هي لها الأولوية لأخذها معه على هذه الجزيرة. لكن ضروري جدا أن كل طالب إذا اختار أداة يبرر ويبرهن لماذا هذه الأداة، ولماذا نستبعد هذه الأداة، وممكن يرد على صديقه باستبعاد أداة اختارها صديقه بضحض حججه وبراهينه، ويقول له لا، نختار هذه الأداة لأننا نحتاج إليه، نأخذ السكين نحتاج إليه في عند الذبح والطعام واصطياد الحيوانات، هكذا نأخذ الخيمة لتقينا من البرد، هكذا. طبعا الاختيارات ستختلف، لأن كل الـ20 شيء كلها أشياء مهمة لكن بدرجات متفاوتة. ثم بعد ذلك ضم كل فريقين معا، يعني كل فريق يصبح 4، ويعيد اختيار 4 أشياء مرة أخرى. هنا الأشياء ستتغير، إن الآن الفريق أصبح 4، نفعل هذا أيضا، نضم كل فريقين يصبح 8 الفريق، هكذا إلى أن يصير الفصل فريقين فقط. وأيضا لا يختارون أكثر من 4 أدوات فقط من الصور المعلقة على السبورة. المهم إن كل مرة يبرهنوا ويعطوا الأدلة والبراهين لماذا اختاروا هذه الأداة بالذات وتركوا هذه الأداة. طبعا هنا ممارسة القدرة على الإقناع، القدرة على التدليل، القدرة على ضحط الحجج والبراهين للآخر، بحيث في النهاية يستقروا على هذه 4 أشياء المهمة التي سيتوصلون إليها. طبعا هنا الفريق الأشد إقناعا هو الذي سيفوز باللعبة في النهاية، عندما يقسم الفصل إلى فريقين الأكثر إقناعا هو الذي سيفوز في هذه اللعبة، وهو الذي يأخذ الدرجة كاملة. طيب
آخر لعبة معنا في هذا الجزء لعبة أين البرتقال؟ أين البرتقال؟ هذه اللعبة تنمي يعني أو تكسب الطالب أو تدربه على الظروف. هي لعبة في النحو، الظروف والعدد من 1 إلى 10، النمط التفكيري، القدرة على الوصف والملاحظة. باختصار يعني سنعرض صورة قد تكون على البروجيكتور مثلا، الأستاذ ممكن يعرضها على البروجيكتور أو على لوحة كبيرة أو على السبورة هكذا يعني، أو يرسمها أي شيء يعني. امرأة تفتح الباب وتدخل الغرفة فسقط منها البرتقال، من كيس البرتقال، فتطاير البرتقال في كل مكان، بعض البرتقالات على السرير، تحت السرير، فوق الخزانة، تحت الخزانة، هكذا يعني. المفروض من الطلاب الآن إن هم يعني يحصوا عدد البرتقال ومكانه. قل مثلا برتقالتان فوق السرير، 3 تحت السرير، 1 فوق الخزانة، هكذا. هو يستخدم 5 تحت، هنا يستخدم العدد من 1 إلى 10، هذا جيد يتدرب عليه. وفي نفس الوقت يستخدم الظرف، فوق وتحت وأمام وخلف، خلف الباب برتقالتان هكذا، أمام الباب هكذا. إذن أنا أدربه على تركيب نحوي أو يعني صيغة نحوية وهي الظرف، وأيضا العدد من 1 إلى 10، وهنا ندربه على المطابقة وعدم المطابقة ومثل هذه الأشياء. خلاص، طبعا الطلاب الذين يعني يستطيعون إحصاء عدد البرتقال واستخدام الظروف بطريقة صحيحة وكتبوا أكثر جمل صحيحة، هؤلاء الطلاب أو هذه المجموعة تكون هي الفائزة. وليس لك حجة تقول ما عندي بروجيكتور يا أخي، على صورة، على ورقة، لو صعبت تماما يعني ورقة واحدة واطبعها لكل الطلاب، يعني ورقة عادية خالص ترسم عليها هذه الصورة أو تأخذها صورة من أي مكان من الإنترنت وتعطيها للطلاب. خلاص، فالأمر بسيط جدا. لكن لاحظ هنا هو استخدم النحو وشعر بقيمتي، الظرف هنا مهم، العدد هنا مهم، ويستخدمه بصورة فية تواصلية تساعد الطلاب على الجمع بين الاكتساب والتعلم، الاكتساب وتطوير المنتج اللغوي، فهذا يكون له فائدة وأهمية لدى المتعلمين. شكرا جزيلا، ونكتفي في هذا الجزء إلى أن ننتقل إلى الجزء 21 ولعبة شاهد وأنتج قصة. شكرا جزيلا، مع السلامة.